أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين، وبعد. عليكم السلام ورحمة الله. البث في هذا اليوم هو بث مفتوح لتلقي الأسئلة. يا الله، عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حاول الأخوة، إذا أكو أحد الأخوة من المشرفين يا ريت يثبت لنا الأسئلة حتى ما يصير، يعني ما يصير عدم اهتمام لبعض الأسئلة لأنه ما تفوتنا، لأنه أساسا جاي تفوتنا. ممكن تذكر لي مصادر التلقي عند أهل السنة؟ مصادر التلقي عند أهل السنة هي القرآن، والقرآن والسنة. ولكن توجد مصادر فرعية أسست مع الزمن فأصبحت ضمن المصادر التي يعتمد عليها، خصوصا في بقضايا الفقه وبقضايا العقيدة. ولكن اختلفت المشارب في ذلك، يعني بعضهم يفهم تلك القضايا بفهم خاص، والبعض الآخر يحاول أن يلبس تلك القضايا فهما خاصا أيضا، ويحاول البعض منهم أن يقول بأن الفهم الذي يكون حجة هو الفهم الذي يكون من أبناء القرون الأولى أو القرن الأول كما يعبرون عنه فهم السلف. هل صحيح كان السيد محمد